نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف السندوتش التحفه ده عملناه ازاي. فطار سريع كده او عشاء حبايب قلبي، هنعمله بمنتهى البساطه ومش مكلف خالص، وهغير شكل الفطار بتاعك وولادك هيحبوه. نشوف السندوتش الجميل ده عملناه ازاي. نسمي الله كده ونبدا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مكوناتنا ايه. بس قبل ما نشوف مكوناتنا نحط لايك للفيديو ونرفع الفيديو عشان الكل يستفاد، ونعمل متابعه للمطبخ نجا وبناتها اللي مش عامل متابعه. يلا حبايب قلبي نسمي الله ونشوف وصفتنا دي هنعملها ازاي. هنعمل السندوتش بالبيض اللي انت عايزاه. انا معايا هنا 3 بيضات عليهم شويه ملح وفلفل وبابريكا وشويه كزبره، هنقلبهم ونروح على البوتاجاز نشوف هنعمله ازاي. هنيجي بقى على البوتاجاز هنجيب حته زبده او سمنه ونسيحها ونحط فيها البيض. نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونهدي النار بقى حبايب قلبي. ومعانا فلفل اخضر وفلفل احمر وطماطمايه متخرطين قطع صغيره، هنرشه عليه كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مهدين النار خالص. هنحط كمان شويه جبنه، اي جبن عندك حطيها. هنجيب بقى رغيف عيش نفتحه ونحط بقى وش من هنا ووش تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. اي عيش عندك ينفع. وبعدين نقلبه على الوش التاني. قلبناه على الوشين حبايب قلبي. هنحطه بقى في طبق التقديم. وكده نكون خلصناه. اطعم سندوتش هتعمليه فطار عشاء هيطلع معاكي تحفة. مطبخ نجا وبناتها، اتمنى تنوروني على القناة.